ركز معايا على السبوره لو سمحت، اسمك ورقه خالص. دلوقتي يا دكتورنا العزيز المعده يا سيدي نكبرها عشان نشوف المعده دي يا اولاد فيها حاجه اسمها جاستريك ليومي تبقى في المعده، وحاجه اسمها جاستريك ميكوزال سيل اللي هو جدار المعده، خلايا الميكوزا دي بتبقى في جدار المعده. بص معايا، تجويف المعده ده يا اولاد اللي بيتضخ فيه اتش سي ال بيخلي البي اتش بتاع تجويف المعده زي ما قلنا امبارح، والرقم قلنا مش حفظ بس انت عارفه من الفيزيولوجي، البي اتش بتاع المعده يا اولاد حوالي 2.5، ده اعلى رقم سمعناه في البي اتش الفيزيولوجي بتاع المعده، هو 1.5. البي اتش بتاع تجويف المعده مالها؟ اسيدك محترم. اما البي اتش بتاع الجاستريك ميكوزال سيل اقول لك الرقم، هو انت مش طالب الرقم بالظبط يعني، هو 5. البي اتش بتاع الميكوزال سيل 5، يعني مقارنه بتجويف المعده هو امور ايه؟ بيزي شويه. هنا بقى تعالى نشوف اسبرين لما يدخل المعده يحصل له ايه؟ رحلته عامله ازاي؟ طبعا اسبرين كدراج اسيدك ولا بيزك؟ ها؟ اسيدك. لما يصل لتجويف المعده اللي هو بي اتش بتاع 2.5 زي ما رسمناها امبارح بالمعادله، هيبقى من الاخر ايونايز ولا ايونايز؟ ردوا. وطبعا اثبتناها لك بالارقام، بس الارقام قلنا مش هتحفظ فيها قوي. لان 2.5 يا بيه بتبقى محتاجه جنبها واحد عشان 3.5 اللي هو البي جي بتاع الاسبرين. واحد يعني 10 لواحد، نسبه ايونايز ايونايز 10 لواحد. اذا اذا لما يوصل الاسبرين لتجويف المعده بيصبح نان ايونايز. كمل معايا بقى. ساعتها هيعدي السيمي برين ولا مش هيعديه؟ رد. هيعدي طبعا لانه هيحصل ما ابصرش. هيعدي السيمي برين يصل لفين يا بيه؟ للجاستريك ميكوزال سيل. يبقى اول لقطه انا عايز اقولها بس عشان اكمل كلامي، اسبرين ده دراج اسيدك محترم. اون ريتش الجاستريك ليون. تجويف المعده. اللي هي البي اتش بتاعتها كام يا شبابنا؟ 2.5، يعني اسيدك بنتناز. يصبح نان ايونايزد ولذلك هينتقل الى داخل خلايا جدار المعده جاستريك ميكوزا سيل. بس هنا بقى المفاجاه. هنلاقي البي اتش بتاع الميكوزا سيل كام؟ 5. لو انت حسبتها بالارقام دي لسك على جنب كده واقلب، هو المفروض كده البي جي بتاع الاسبرين قلنا امبارح 3.5. لما تبقى البي اتش 5 فاهم حاجه؟ يبقى هنا الرقم هيبقى كام بتاع امبارح؟ حوالي سالب 1.5. سالب 1.5 يعني مين الاعلى؟ ايونايز ولا ايونايز؟ هنا بقى يبقى ايونايز. يعني واحد يقول لي هيحصل ايه؟ النون ايونايزد بتاع الاسبرين ده اللي هو في جدار المعده لما يوصل لجدار المعده هيصبح ايونايزد. هتقول لي مشكله. مشكله بان هو مش هيعدي. هي هنا مش هيعدي. اذا هيحصل له ايه؟ اكيوموليشن جوه خليه جدار المعده. وهذا ككيميكال لما يتجمع في خليه فتره يعمل لها سيل ديس. الخليه دي لما تموت عارف يعني تموت؟ هو ده ما يسمى قرحه المعده. يبقى اذا احنا فهمناها من الفارما وازاي اسمها عن القرحه بقى ايه؟ قول له الديفرنس في البي اتش هي السبب. تاني كده الكلام، اسبرين دراج اسيدك ما حدش معترض، هو ريتش جاستريك ليوم. البي اتش بتاع الجاستريك ليوم كام؟ قلنا اللي قلناه امبارح رقم 2.5. اسبرين بيكام نون ايونايزد. وذلك يحصل له ابصر مش يعني ايه؟ ينتقل عبر السيل ميمبرين الى الجاستريك ميكوزال سيل. المفاجاه هنا لما يلاقي البي اتش بتاعه ده اللي وصلت 5 اهو. الكتاب حتى افترى وقال لك الكلاين. ما اقدرش اقول الكلاين كده بقى حرام عليك. سكران يعني فوق السبعه مستحيل. هو بس يقول لك ان البي اتش بتاع جاسم الميكوزا اعلى من البي اتش بتاع اليوم. وذلك الاسبرين عندما يصل لجوه الخليه هيصبح ايونايز متقيل. ادام متقيل يبقى مش هيعدي الى السيستميك ايه؟ يبقى كده اتحبس جوه الخليه. حبس جوه الخليه يعمل فيها سيل ديس. الخليه تموت يعني ايه؟ بيبتيك ارس او جاستريك ارس. طبعا الكلام ده في الترم الثاني جاي بالتفصيل الممل. ويقول لك ساعتها بطلب من الدكتور 5 بريكوشن، 5 احتياطات عشان الكلام ده ما يحصلش. سيب الكلام دلوقتي. انا عايز اسجل الكلام ده عندك الله يكرم اصلك. اللي يقول لك كده يقول لي يا ابني ازاي اسمين بيعمل جاستريك ألسر؟ طبعا هو له ميكانيزمات ثانيه لسه في الايه؟ في السي ان اس في الترم الثاني. انا عايز اسجل الكلام ده هنا. اسيبك مكان فاضي. الحته دي من الحتت اللي انا عايزك تكتبها، في حتت كده انا لازم تكتبها معايا ليه؟ عشان اطمن على المعلومه. لو مكتوب انت بتستسلم. فوق معايا وماشيين. هكتب ايه في المنطقه دي؟ هكتب اسبرين ريتش جاستريك ليون وبين قوسين. انا سايب لك مكان ليها بس خط صغير شويه لو سمحت. البي اتش بتاعتي الجاستريك ليون كام يا ولاد؟ حط عليها خط كده. البي اتش بتاعتها كام؟ 2.5. بيكام نان ايه يا ولاد؟ ايونايزد. ده المعلومه قلناها اهو. اسمع معايا تاني. اسبرين اللي هو اسيد دراج يعني ريتش جاستريك ليومن
اللي هي البيعيش بتاعتها 2.5 بيبقى نون ايونايزد. قول لي كويس. وبالتالي هيحصل له ابسوربشن. ابسوربت لفين؟ مش عايزين ننقل كده، عايزين نفهم. اسبرين اللي هو دراج اسيديك لما يوصل لدجوج المعده الميتا بتاعته الاي اتش بتاعته 2.5 هيبقى نون ايونايزد، صح كده؟ حلو. هيبقى عايز النون ايونايزد يعني يحصل له ايه؟ ابسوربشن. ابسوربت لفين؟ مش تستريك بقى، لا مش عادي. طيب كده لازم يعدي الاول على مين؟ اه يبقى ابسوربت تو جاستريك ميكوزال سيل، خليه جدار المعده، وتحط تحتها خط برضه. انا هلتزم بالكتاب، مش هقول لك بي اتش 5 وكلام من ده، انا هخليه ذاكره اللي هي القلان بي اتش زي ما بتبقى ايه؟ القلان بي اتش. وهنا تاتي اللقطه اللي تزعل بقى. لما تبقى الميكوزا سيل دي بقت القلان شويه، هيصبح الدراج ايونايز ولا ايونايز رود؟ ايونايز. يقول لك وبعدين كده سطرين، كل سطر اداك معلومه. يبقى لازمين كده مر بمرحلتين اثناء وجوده في الجاستيك اليومي بيبقى نون ايونايز، وزاك بيتحرك الى داخل الخلايا دي. لما يدخل الخليه للاسف بيتحول لايه؟ وانا قلت لك امبارح لو تفتكر الدراج بتاعنا ويك اسيد او ويك بيز، ويك دي بتخليه يتحول بسهوله. وبالتالي هنا بيبقى ايونايز. هنا بقى ما اقدرش اقول ابزورب بقى بيه. هيبقى تراب. الكلمه دي زي ما قلت بالظبط تراب. تراب يعني ايه؟ يتحبس. تراب ان جاستريك ميكوزال سيل، يعمل كلمه اسمها سيل ديس يموتها، اللي هي بيسموها ايه يا اولاد؟ السر قرحاني. وده بنفهمك في الجنرال فارماكولوجي ازاي الاسبرين بيعمل قرحه. اما بقى ازاي تتجنبها والكلام ده كله لما نشرح عزمين ان شاء الله في الترم التاني في سينس. لكن هنا بقى بيفهم الدكتور، بيقول يا دكتور لو سمحت تعالى اقعد معايا كده. انا شرحت لك دلوقتي ان الاسبرين لما عرفت ان هو اسيدك فهمت ازاي اعمل قرحه في المعده اهو. واذا السيجنفكنس بقى، يبقى اول سيجنفكنس عندنا للبي كي اي على مستوى الجي اي تي، ان فهمني ازاي اسبرين اللي بيمتص بالمعده ممكن يعمل لك قرحه في المعده. طبعا الكلام ده بيبقى ايديال قوي، يعني بيحصل بالظبط لو المعده فاضيه. يحصل، بص يعني مش عايز اقول لك اهو، لو المريض خد ريف وعلى معده فاضيه مش هيحصل قرحه. انا مش عايز ابالغ واقول المعده دي ممكن تتخرم بجد. يحصل نزيف لا قدر الله فومتنج بط، ومش محتاج جرعات عاليه، الجرعه النورمال خلال يومين ثلاثه. وذلك هنا هتلاقي في التيم الثاني في بريكوش، في احتياطات، وهي بتتجذب. ماشي يا ولاد؟ مش مشكلة. خلاص؟ أيوة يا دكتور معايا. ما هو عشان كده الأسبرين مش بي 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 لو اتاكل على معدة فاضية ما هو هيدمر دي، وممكن إيه؟ هيعدي، هو هيعدي ببطء. هي الفكرة في كده. هو هيعدي ببطء ليه؟ لأن الأسبرين بعد شوية هيبقى إيه الخلايا دي لما يبقى في هنا جوس او في اكل عدى، هتلاقي البي اتش دي بقت ايه؟ هيوصل اتش سي ال، هيوصل بقى خليه هنا وذلك هيعدي. بس بطء شديد، تعديته بطء شديد دي هي اللي بتخليه يعمل قرحه. انا مهمتي بقى ان شاء الله في الترم الثاني اقول لك ازاي اسبرين يعدي بدون ما يحصل هذه المشاكل ويمتصر السوق. ده اول سيجنفكس اللي انت تعرف في بيجي اسيدك ولا بيزك ندري. طيب الثانيه هقولها اسما بس هي مؤجله بالتفصيل من في الاكسكريشن. زي ما فهمت ان الدواء عشان يمتص لازم يكون ايه؟ رد. لا ان شاء الله هنفهم في الاكسكريشن الدواء عشان يحصل اكسكريشن لازم يكون ايه؟ ايونايز. قال لي ايه؟ انه ينزل في اليورين، واليورين ده عباره عن ووتر، صح ولا لا؟ وذلك الكلام ده هيبقى مؤجل عشان ما اقعدش اضيع وقتك، لان المعلومه دي هتشرح تفصيل تاني. بيقول لك رقم اثنين على مستوى الكيدني، انا بعرف من البي كي بتاع دراج اكسكريشن بتاع اكسكريشن ازاي؟ اكتب بالعربي في عكس الميديا، جنبها كده في عكس الميديا. اهي مش مكتوب كده، مكتوب ايه؟ ديترمينيشن سايت اوف اكسكريشن اند ديجري. اقول له اكتب في عكس الميديا عشان مش عارف تعرفها دلوقتي. وقال لي هو يا دكتور اليورين فيه اثنين يورين، هو يورين واحد. ايوه ما اجيبه من انا بقى. انا كدكتور قاعد في الاستلام مثلا، او قاعد في قسم السموم، لما واحد يجي لي متسمم من اسبرين انا ممكن اتخلص منه ازاي؟ ده هتعرفه بعدين عشان بس ما اخدش وقت الحصه. في حاجات كده لها اماكن الشرح فيها احسن. المهم وطبعا لما تفهم كده يقول لك رقم ثلاثه تريتمنت اوف دراج توكسيستي. ركز معايا معلش عشان بس نفهم الحته دي بعضها، ثم الحته اللي جايه على الناس كلها هتبقى جديده. يعني اذا ما كانش سمع فارما قبل كده عادي، الحته اللي هنبدا فيها بعد شويه دي على الكل. اسمع يا سيدي عشان برضه اقرب لك الصور. واحد دلوقتي جاي لي من منتحر وبالع 30 قرص اسبرين. بالع 30 قرص ايه؟ اسبرين. ده اسبرين ولا بيزك؟ انا اللي فهمته بالعربي لحد دلوقتي ان عشان الاسبرين ينزل في اليورين لازم يكون اليورين ايه؟ عكس الميديا.
يبقى عكس الميديا بتاع الزبيب يعني يبقى ايه؟ البيز الكلاين. تقول لي وانا اقدر اعمل كده؟ اه احنا عندنا دواء موجود في الاستقبال بتاع اي مستشفى اسمه صوديوم بايكربونات. الكلام ده مؤجل. لما اعطي المريض صوديوم بايكربونات هيوصل للكدني يكون يورين الكلاين. فساعتها تعمل في الاسبرين موجود في الدم يسحبوا لي كله بسرعه. وده الكلام انا بقول لك معجله للاكسكريشن ان شاء الله. عشان بس ما اضيعش وقت الايه؟ الكلام بتاع ابسوربشن. اذا هنا مكتوب عندك ازاي اقول له اعكس الميديا بيه وانتظرون. الاثنين دولت هنتشرح عليهم بالتفصيل ممل. فعديهم دلوقتي. ده ما الحصه النهارده اللي مرتبط بحصه امبارح. بعد كده كله جديد بقى. يبقى احنا كده خلصنا ما يسمى فاكتورز افكتنج ابسوربشن عموما المرتبطه بالدراج والمرتبطه بالبيشنت. ولا تنسى المرتبطه بالدراج حفظناها ازاي يا شباب؟ لا لا الدراج يا عيال. اثنين اثنين ثلاث اثنين ايه؟ اقصى عليك. بعد كده بحضر فارما قبل الباثولوجي. نصيحه هتقول لي ما انا اروح باثولوجي تعبان. لا الفارما ده ما كانش ولا ما انا مش بقول على والله بتكلم عن ماده مش بتكلم عن حاجه ثانيه. ما مش بقاليش برضه ده ده انا بتكلم عن الماده. الماده الفارما بتشغل مخ شويه. باثولوجي ده زي ما عم داخله كده قافلاه. هيقول لك في ناس بتحب كده وناس بتحب كده بس انا بقول لك اهو هذا الفارما هقول لو يقدر لو معيد تظبط يعني عشان شكله بيبقى صعب شويه. المهم الفاكتورز المتعلقه بالدراج يا عيال في اثنين فيزيكال ليفل سوليبيتي وايه؟ والمايزيشن. واثنين كيميكال ايوه النيتشر بتاع الماده وايه؟ بالانس. واثنين سيوتيكال اللي احنا او ثلاثه سيوتيكال لسه قايلهم من شويه. اما عمك المريض خمسه اس مش عايز تسمع بقى؟ طيب واخر فاكتور اللي خد منها وقت كبير ديجري اوف ايونايزيشن اللي شرحناه امبارح. وخلي بالك كل العك ده انا عشان افهمك كل كلمه لكن لو طلعت بالنتيجه انا مبسوط جدا. الاسيدك محتاج اسيدك يعني الاتش قليله والبيزك محتاج بيزك يعني الاتش ايه؟ ده كله خلاص. تعال بقى نتكلم عن اثنين اكسبريشن مهمين جدا في الابسوربشن في الامتحان تعريف. مصطلح اسمه عندك بايو افيلابيلتي ده دي في تعريف الامتحان ومصطلح بعديه اسمه فيرست باس ميتابوليز نخلص ابسوربشن وننتقل للجزء اللي بعديه. هنا الكلام جديد على الكل يعني انت لو ما سمعتش فارما قبل كده المفروض تفهم دلوقتي بعد شويه. لو ما فهمتش يبقى عندك او عندي قول لي عيد تاني. اسمع يا سيدي العزيز دلوقتي ايه يا دكتور قصه البايو افيلابيلتي دي؟ علشان التعريف ما يتحفظش زي ما هو كده لازم تعريف يتفهم من الاول. نقول لك الكلام بتاعه ازاي. بص يا سيدي دلوقتي الدكتور لما يعطي دواء بجرعه معينه الدكتور ما يهموش الجرعه قد ايه قد ما يهمه الكميه اللي هتشتغل قد ايه. واللي مش فاهم ادي معده انت كل شويه المعده ليه؟ اشهر طريق في الصيدليه هو الجي اي دي حد ما طلع اورال. روح كده الصيدليه بص على طول الدواء هتلاقي اورال دم 90% من ادويه الصيدليه اورال سواء بقى شرب سواء تابلت سواء كبسول سواء بودر هيبقى سسبنشن. وذلك الولد ده اشهر طريق. وذلك بص لو احنا خدنا 100 مللي جرام من ده اورال وصل للمعده او الانتست. وانت فهمت الحصه اللي فاتت امتى يمتص من المعده وامتى يمتص من الانتست امتى؟ حسب البي جي بتاعك او البي اتش بتاعك. المهم الدواء ده حصل له ابسوربشن خلاص وصل للسيستميك الى ولاد. السؤال بقى يا ترى هيوصل قد ايه من 100 مللي جرام؟ هيوصلوا كلهم ولا جزء منهم؟ مثلا افترضنا وصلوا 70 مللي جرام او 70 مللي جرام دول بيسموهم بايو افيلابيلتي. قالوا لي برضه مش فاهم. اولا هم دايما يقولوا المصطلح ده نسبه وليس رقم. فبايو يعني ايه بالعربي؟ بايو يعني ايه؟ بايو حيوي. افيلابل او افيلابيلتي يعني ايه؟ متاح. يعني بالعربي يا اولاد انا ما يهمنيش الدواء اتاخد قد ايه؟ انا يهمني اللي هيبقى متاح منه للاكشن قد ايه؟ حد معترض؟ فلذلك اللي يصل ستيم سوليوشن هنا 70 يقول لك يبقى اذا البايو افيلابيلتي بتاع الدواء ده 70%. وصلوا هنا 10 مللي جرام. تقول انا هزر. شوف دلوقتي تقول لي اذا البايو افيلابيلتي بتاع الدواء ده كام في الميه؟ 10% بس. وذلك كمصطلح بايو يعني ايه؟ هو برسنتج. يعني ايه برسنتج يا ولاد؟ نسب اوف دراج ذات ريتش سيستميك سيركوليشن. بس بشرط تصل مالها بايو. بايو يعني بقى اكتف افيلابل فور اتش. لكن لو وصلت متدمره مالهاش لازمه. وذلك يا ولاد مصطلح بايو بقى نعرفه نفهمه الاول هو مش اماونت. لا دايما بيديك في الادويه ان شاء الله في المنهج يقول لك يبقى مثلا بتاع الدواء ده 60%. هيقول لي هيبقى 60%
يعني اللي وصل من الدواء للسيستميك سيبريشن كام في المية؟ 60%. وهزعك بقى عملتي كمصطلح نعرفه لو سمعت كده هتقوله برسنتج. اللي بيحبش الكلمة دي فراكشن اوف دراج نسبة الدواء ريتشنج سيستميك ايه؟ ها؟ بس خلي بالك من الكلام اللي جاي. وصلت السيستميك سيركوليشن وجاهزة تشتغل مش جاهزة تموت and available for action. في ناس يقول لك بلا available بلا and active وخلاص ماشي and available for action. هذا مصطلح بيقول لك هقول ورد عليا لو قلت لك قول يا ابني الاي في بايو افيلابيلتي كام في المية؟ 100%. ها مشيتها من الكلام كده صح؟ لا مش ده. طب قول لي ليه؟ ها قول لي ليه هي 100%؟ انا بحقن الدواء فين يا ولاد؟ في الدم على طول. ده رايك الدكتور عمره ما يحقن الدواء في الانترافينوس لو شاف دم قدام الدكتور بيدخل السن بتاع السرنج علشان يحقن لازم يسحب الاول شويه دم. لا الدم يبقى انا في الدم يقول حق. اذا فعلا صح البايو افيلابيلتي بتاع الاي في 100% مظبوط. لان هنا ما فيش حد بيسرق يا بيه. انا بسلمك ايد ليه؟ طب الاورال يا ولاد للاسف في الاورال يا ولاد عمره ما يبقى زي الاي في حرامي. الاورال بابيلتي عمرها ما تبقى زي الاي في. قال لي حرامي ليه؟ يا بيه الاورال ده بيعدي على مشاكل كتير. يعني هنا في المعده في حاجه اسمها جاستريك جوس في فود في جاستريك انزايمز. ده في مصيبه ثالثه اسمها بورتال سيركوليشن عرفتها؟ ولذلك ممكن يا ابني الدواء هنا يتكنسر منه كتير. ده وصل مره كام؟ وصل مره كام؟ 10% بس. يعني يتقص منه كام؟ هتقول لي في كده في والاسم دلوقتي بقول لك اسم الدواء. ولذلك يا ولاد بيقول لك انت تحب تحسب اورا بقى انت ما عندناش حساب. انسى هو بيفهمك بس. يقول لك اقسم الاورا على الاي في. اسال بس قبل ما اقول وافصل. ليه خلى الاي في في المقام يا ولاد؟ لان هو 100% جاب الدرجه النهائيه. بيقول لك احسب يا ابني اورال او اي يو سي اورال على اي يو سي اي في. اي يو سي اختصار عشان نخلص اريا اندر كيرف. ليه اللي تحت الكيرف؟ تقول لي كيرف يعني هنرسم يعني معلش هنرسمه للفين؟ عايز افهمه فاهم مش عايز اعرف. بيقول لك يا ابني هم بيحسبوه احنا ما عندناش حسابات. بيرسموا اورال اي يو سي على ايه؟ اي في يو سي. ايه الاريا اندر كيرف ايه؟ هترسمه بفهمك معايا. عايز شغل مخ. دلوقتي يا حبيبي بيقول لك لو احنا اعطينا المريض دواء انترافينس ثم حوالي نرسم الكيرف بالمنظر ده. الكيرف ده عباره عن ايه؟ تايم الوقت وحاجه اسمها كونسنتريشن اوف دراج ان بلازما تركيز الدواء في البلازما. فوق معايا انا مش عارف ترسم الكيرف ترسم انا ممكن ارسمه لك. عايزك تفهم جيب منين لنفسك لنفسك. لما اعطي دواء اي في هرسم الكيرف الاول بتاع الاي في. فكر معايا كده ورد عليا. لما انا اعطي دواء اي في يعني انا دلوقتي اديت السن بتاع ده اهو حقنت الكيميكال جوه الفين خلاص تركيز الدواء كده في الدم كام في المية؟ يعني عند صفر. طيب صح؟ عند الوقت صفر تركيز الدواء في الدم 100% صح؟ ولذلك يقول لك عند صفر تايم اوفر يبقى تركيز الدواء كام؟ ولذلك هتلاقي الكيرف بتاع الاي في بيترسم بالمنظر ده. اسمع عدت ساعه يبقى تركيز الدواء في الدم بيبدا ايه؟ ليه؟ عشان الكيدني بتاخد منه. ساعتين وهكذا لحد ما يكتفي خالص بعد ده 9 ساعات. يبقى اذا اولاد الاي في كيرف بترسم بالمنظر ده مش اعتباطا يعني. هو اقول له تركيز الدواء في الدم بعد ما يتاخد 100% ثم بيبدا يقل 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 مع مرور الوقت لحد ما يختفي. فين الاي او سي ده؟ اهي المثلث ده كله اسمه ايه؟ اريا اندر كيرف. ده رسمه الاي في كيرف. تعال بقى بنفس التفكير الكلام قلت لك مش قبل. الاورال كيرف فكر معايا بنفس الطريقه. لما اعطي ده اورال للمريض اورال اهو هيوصل لفين؟ لجي اي تي. عند وقت صفر تركيز الدواء في الدم كام في المية؟ قول صفر صح لانه لسه على ما يمتص بياخد وقت وازاي بيبدا يغور النوم. طبعا بيبدا يزيد 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 وبعدين يثبت وبعدين يقل تاني بعد وقت وازاي الاورال اهو وعلى فكره ده هيتسم تاني ان شاء الله قريب. في اليو سي بتاعته ايه؟ السؤال بقى للي فهم كلامنا لما اقسم انا طبعا احنا لا نقسم ولا نعمل اي حاجه انا بفهمك بس. الاورال لما يتقسم على الاي في اختار هيطلع نسبه البارلمنتي تساوي واحد اكبر من واحد اقل من واحد. ها اجماع علمي واحد طبعا. عمر الاورال لو اتمعظم عمره ما يوصل الاي في ابدا. عارف لو دواء عايزين نجامله في الاورال يقول لك ده بيمتص كويس جدا من الاورال يقول لك 95% 90% 90% ده رقم جامد قوي. لكن عمر الاورال ما يبقى زي الاي في.
يا بيحترم ان المعده فيها بلاوي او الجي فيها لوتي. طيب يا دكتور ادي يا عم عرفنا تعريف على فكره في الامتحان الجنرال، كان سؤال زمان كده ديفينيشنز، فالله يكرمك ما تنسى اقول لك ديفينيشن وقول لي بس الكلمتين عندي. ناقص لك كلمه عن البايرابيت عشان نخلص منها، فاكتورز افكتنج بايرابيت سي بي 4، عارفين الكلمه دي ولا لا؟ سي بي 4 يعني ايه؟ سمعتها كتير. انظر مسار كده حتى كده كده سي بي 4 برضه. هقول لك اروح فين؟ هي الفاكتورز افكتنج ابسوربشن يا ولاد. يعني عارف الفاكتورز افكتنج اللي احنا لسه مخلصينها مع البايرابيت بيحصل بعد الابسوربشن. هي نفسها الفاكتورز افكتنج ابسوربشن ريليتد تو دراج كذا 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 وريت تو البيشنت نفس الكلام، يبقى نفس كلام الابسوربشن. طب عايز حد بقى يشغل مخه شويه، جالي في الامتحان قال لي ديفاين اورال بايوبريميت، ماليش بايوبريميت، قال لي اورال بايوبريميت، حد هيعرفه لنا. بلاش انت حل على الصوت دي اجتهد ربنا، يا دول اللي انت عارفه ربنا يوفقك عليه، قول بس ربنا يرزقه في النص. دول اللي انا عارفه ايه؟ Fraction of drug that reach systemic circulation available for action after oral. هو بيشتغل. قال لك بلاش دي. Fraction of oral drug that reach systemic circulation and available for action. يا ابني ما يشتغلكش. قول لها بيها الاورال معلش تعريف، قول لها يعني بالفهم. حطها في وسط التعريف وخلاص. المهم ما يضحكش عليا. ماشي؟ ده مصطلح بيعزوه جدا، ولذلك بقى بص بقى. لما اجي امشي في المنهج ان شاء الله عشان دي مصطلحات الفرد، واقول لك يا ابني الدراج اللي مثلا اسمه اسبرين مثلا البايرابيلت بتاعته 70%. فهمني يعني ايه؟ فهمني بقى؟ يعني معطي اسبرين بجرعه معينه بيوصل منها للدم دي 100%. قال لي طب معلش بقى انا عايز اعرف اللي اختفى ده راح فين؟ وبالذات الواد المخفي ده كان 110 بي راح فين 90؟ سيبك من الورقه وخليك معايا الصبور. وهذا المصطلح الاخير والاهم برضه في الابسوربشن بقى، الدواء ده يا ابني اللي وصل 100 وصل 110 ده دواء عملوه عبره في الفرد. قال لك عشان كله يتعلم منه الكلام. بص يا سيدي عليك انا هسمي لك دواء اخلص، ده دواء في الفارما فعلا مش تاليف، اسمه نيتروجليسرين. سمعت عنه؟ حبيبك الدواء اللي انا بقول عليه اللي هو بيدخل الاورال 100 يصل منهم 10 مللي جرام 10% بس، اسمه كده نيتروجليسرين اهو بالاسم اهو. طيب معاه صبوره ده بتاع مرض اسمه ايه ولا ايه في القلب؟ مرض اسمه ايه؟ انجاينا. حقيقه علميه وعلى فكره 10 كمان مبالغه، احنا كده كاتبين الدواء والله في اسئله بيوصل 3 مللي جرام بس من 100 3 ده كده افتراء. يقول لك ماذا حدث؟ وجدوا ان في بعض ادويه الفارما بعض افهم الكلام صح مش كلها بعضها على راسهم نيتروجليسرين لما يوصل للاورال لما يتاخد اورال ويصل للجي اي تي بدل ما يمشي في الطريق الصح اللي هو الطريق السيستميك ايه؟ بيمشي في الطريق اللي انت حافظه من الفيسيولوجي اسمه بورتال سيركوليشن. اسمع معايا ورد، لما الدواء ده يمشي في البورتال سيركوليشن هيوصل لاورجن اسمه ايه؟ جدع الليفر بيعمل ايه في الدواء الات؟ ميتابوليزم. اذا وتقول لي طب ايه ده كده؟ هو كاركتر او ستراكشره كده. تقول لي طب ما ترجع للصواب ده يمكن يحلوها، بقول لك يا بي انا لو غيرت الاستراكشر اكشن مش هيتم اخري كده. وفعلا هات ورسينا حتى وقتنا هذا ملوش حل في الصيدله، يقول لك ماليش دعوه انا مصنعه لك كده ومش هينفع اعرف استراكشره اي حاجه، هو دواء منحرف بيموت في البورتال. فاذا لما يروح للبورتال يوصل ليفر يحصل له ميتابوليزم، ده قبل ما يوصل للسيستميك يا ولاد. ولذلك هذا مصطلح مهم جدا طلع اسمه فيرست ايه؟ الاول باص ميتابوليزم فوق معايا قوي. ايه الفيرست باس ميتابوليزم يا دكتورنا العزيز؟ هناخد ناتروسين كعبره مش عليه. الناتروسين حصل له ميتابوليزم قبل ما يحصل له امتصاص. كده كده احنا فاهمين ان الدواء هيحصل له ميتابوليزم، حد معترض؟ بس امتى؟ بعد ما يحصل له ابسوربشن ثم ديستريبيوشن ثم الاكشن ثم الميتابوليزم. لكن ده بقى غير خالص، ده حصل له ميتابوليزم اولا. ولذلك حتى سموه فيرست باس ميتابوليزم. فالناتو اللي حصل له كده ايه؟ ده حاجه في الدواء نفسه عشان ما تضحكش عليه، لان مش كل ادويه الفارما كده، هو واد فاعل زي ما والصيدلي قال لي ماليش دعوه بيه، حل انت قضيه. لما اقول لك يا ابن الحلال فوق معايا بقى عشان تديني حل. الناتو الاسرين لما يتاخد ده بيوصل 10 للسيستم ستبريشن وال 90 طار. ماذا تفعل يا دكتورنا العزيز؟ قول الحل لو سمحت. فكر
اي طريقه تانية ما تعديش عليه عشان دي ايه عيال ما ترد عليا ادي باي طريقه تانية ما تعديش على مين لان عشان ما عديش على البورتال ما هو لو ما بيشوف الاصدقاء السوق بيقطع البورتال على طول اقول له خلاص ابعد عن الطريق الوحش ده ولذلك فعلا حل فني محترم غير الطريق مشيه في طريق ناس كويسين اقول له يا بيه ما اتاكدش ورا خالص ولذلك فعلا دلوقتي النت المصريين اشهر طريق منه صابرين حقيقه يروح كده اسعى الصيدليه او المستشفى في الاستيباء قول له بتاع الانجاينا ده قول له فيه من القراص تحت اللسان واشهر من راس الاورا اللي هي ايه؟ تو افويد ما يسمى فيرست باص بتوليس. طبعا في حل تاني عافيه. هيقول لك يعني عافيه؟ يقول لك يا بيه هندي اورا انا عايز اورا. وهو ايه اللي بيحصل؟ انا بدي 100 بيوصلوا كام؟ 10. يا بنت عايز كام؟ عايز 100، ادي 1000. زود الجرعه. طبعا الحل ده صح بس معلش الدكتور هنا بيستخدم قوته. يقول لك انا مالي؟ المريض يدفع. والسايد افكت ماليش دعوه، المهم اوصل الكميه انا عايزها. وذلك هذا مصطلح عايز اعرفه بقى. اللي فهم الكلام اللي قلته ده هذا مصطلح اسمه فيرست يا ولاد. عايز حد يعرفه لي. ميتابوليزم صح؟ اوف سام دراجز، معلش ناقص كلمه عندك الله يكرمك. اصل انا خايف تروح البيت تقول لي لو المدرجات كلها يحصل لها كده يبقى الفارما باظت. ميتابوليزم اوف سام دراجز بيفور ريتشنج ايه؟ سيستميك سيركوليشن. في بعض الادويه قبل ما توصل للسيستميك سيركوليشن بيحصل لها ميتابوليزم الاول. ونبدا باول مكان او اول نوع اللي هو هيباتيك فيرست باس ميتابوليزم ان الليفر بيكسر الدواء بيوصل للسيستم سيبريشن. طبعا اشهر مثال عندك نايترو ايه؟ اللي عايز يكتب جنبه 10% يبقى 100 100. وطبعا هقول لك معلومه احنا دايما في الفارما بنستخدم الرقم بتاع البايو افيلابيلتي وليس رقم الميتابوليزم. يعني واحد في البيت ممكن يفكر هم ال 10% دول اللي وصلوا ولا 10 دول اللي اتكسروا؟ احنا ما بنديش ارقام اللي كسروا مالناش دعوه. انا يهمني اللي وصل عندي. وذلك لما اقول لك ليه النيتروسين البايفلابيلتي بتاعته 10%؟ قول بقى عشان حصلته هاي فيرست باس ايه؟ طبعا في دواء جنبه اخوه يعرفه برضه هيجيبنا اسمه بروبرانولول. اه على فكره بروبرانولول عبره برضه بس مش زي ده كان عبره قوي. بروبرانولول بيقول لك الرقم بتاعه حوالي 55 ل 60%. ده بايفلابيلتي؟ يعني يبقى اذا ولا اول نوع من الفيرست باس ميتابوليزم اللي بيحصل في الليفر اسمه هيبات. واذا تحفظ المثال زي اسمك يا حبيبي عندك النيتروجليسرين مثال وبروبرانولول. وعلى اللي هو في حته ثانيه ممكن تكسر الدواء قبل السيستميك سيركوليشن. اه في مكانين كده اقل شويه. في مكان اسمه انتست الانتست الشخصيه بيسموه انتستاينال فيرست باس ميتابوليزم او فيرست باس افكت. طبعا هو مش كل دي امثله قليله جدا. الانتستاين فيها انزيم في الوول بتاعها ممكن تكسر الدواء زي مثال دواء اسمه استوجين. ايه استوجين ده؟ استوجين حبوب من الحمل. وذلك استوجين لما بيتاخد ورا ممكن يحصل له فيرست باص فين بقى؟ في التست. ثم اللي جايه بالمونري اللانج. هنا بقى ما تفهمنيش غلط. اللانج له علاقه بالورا يا ولاد. رد عليا. ايوه يبقى اكتب جنبها اكد الانليشن يا دكتور. يبقى اللانج ممكن تكسر في الدواء لو كان ايه؟ انيليشن. ونذكر اخواننا المدخنين النيكوتين. اسمع معايا السنه دي ان شاء الله تبقى سنه زي الفل وسهل. ساعات كده ممكن تحت تاثير ضغط امتحان ولا مذاكره ممكن تضعف فتلجا للسجاير. اوعى هتقول لي صغيره واحده وهتعدي. النيكوتين اسمع الكلام وفوق جزء كبير جدا منه بيتكسر فين؟ في اللانج. طبعا مش هقول لك بقى مشاكل النيكوتين على اللنج، انا ماليش دعوه، ده ما اظنش. هقول لك معلومه ثانيه. النيكوتين لما بيتكسر في اللنج اللي بيوصل للمخ منه ويعمل مزاج نسبه قليله. ولذلك هتلاقي المريض كل شويه بيعمل في الجرعه. هو ده فيرست باص اهو. لحد ما يخش الادماع. يطلع من سنه ثالثه يقول لك انا كنت بدخل بس انا اتزنقت ومش عارف ايه. وطلع من ثالثه يقول لك انا عايز ابطل مش هيعرف لانه ادمن خلاص يا ليه. فاهم حاجه؟ ما هي بتبدا بالكلمه دي بتبدا بواحد. اوعى. متضايق؟ يعني اي حاجه لازم تتكلم. اه والله سيب الكليه. المهم بص معايا ده يا اولاد المصطلح اللي اسمه فيرست باس ميتابوليزم لسه ما حلناش قضيه. حل القضيه عندك يلا. ايه الحل يا بيه؟ واحد واثنين يلا عشان نخلص. انا قلت لك بقى عموما الحل ايه في الفيرست باس ميتابوليزم؟ رقم واحد زود الدوز جدع اكتب انكريز الدوز. وهو حل يبقى تكون مكسوف بصراحه. زود الجرعه طبعا حاجه مش حلوه.
بس الله يكرمك لو حد يطلب لك اوفر دوز، اوعى اوفر دوز دي كلمه سمعتها وحشه. اوفر دوز يعني توكسيك دوز، انكريز الدوز يعني بدل ما ياخد مثلا يا عم 3 راس ياخد 4 5 كده يعني، بس مش 30 اورس. يا الحل ايه؟ انكريز الدوز. تاني حل بقى بتاع الناس المحترمين، تشينج روت، غير الطريق. قول لي ليه؟ طبعا اشهر طريق بيحصل منه فيرست باس من الابليز مرورا حتى ما طارت، يبقى انا اغير ليه؟ والله يا بيه لو ينفع اي في ده 100 100، اي في ده مصلحه. قال لك مفيش منه حرج يا ابني، هو راس بس. قول لي بقى صاب ايه؟ اسال سؤال بقى، السبلينجر ده بيمتص منين زي ما قلنا قبل كده مع بعض؟ باكا الميكوزا. هيعدي على الشقه دي ولا لا؟ رد؟ عمره ما يعدي على الشقه دي، بيمتص من هو تحت اللسان. اذا كده انا افويد فيرست باس ايه؟ وفي على فكره حاجة تالتة اسمها سكين باتش. في يعني سكين باتش؟ لاصق. فعلا في الصيدلية هتلاقي النادول سيمينو باتش لازقة كده تتحط على الجلد تمتص. كل ده تو افويد فيرست باس في دوريز. أنا عايز أطمع على المعلومة اللي أنا وصلتها. في سؤال اكسب لين. اكسب لين يا ابن الحلال. نيتروجليسرين بيتر جيفن سبلينجوال زين أورال. يبقى تفسر. طبعا بصوا هو الكلام ده المختصر المفيد. تو افويد فيرست باس. هيقول لك بقى في الامتحان هو عارف يعني ايه اصلا فيرست باس ولا القصه؟ يا ابني في الامتحان لما يسالك سؤال لازم تقف فيه حق. هو الكلام ده حلو بس انت تفسره له. هو اصلا عارف ايه الفيرست باس انت بليز ما اعرفش معناه. والنيتروجليسرين ما قلتلوش اصلا قصته ايه؟ هنا لازم تبدا تقول له نيتروجليسرين كدرج يعني هاز اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم اللي هو بين قوسين انت عارفها. ميتابوليزم فين؟ في الليفر قبل ما يوصل للسيستميك ايه؟ سو بيتا سبلينجوال تو افويد تو افويد او تو افويد باسن الجي اي تي نفسها. ما هو يا اولاد لا بلابورتابل بتاعت هو فين الجي اي تي كلها؟ انا الفكره كلها الدوله لو ما عداش على الجي اي تي مش هيحصل له ايه؟ مش هتاكل على الدنيا. عايز يكتبها معايا عشان برضه اللوجع عشان تعرف ازاي تكتب سؤال لو جالك دماغك كده تبقى عندك دماغك. انت بتقول اكسب ليه؟ ده سؤال مشهوره جدا في الجنرال. سيبيني يا دكتورنا نيتروجليسرين بيتر نيتروجليسرين بيتر جيفن سبلينجوال زان اورال. نيتروجليسرين بيتر جيفن سبلينجوال زان اورال. هنبدا الاول باللي بدا بيه، هو بدا بالدرج. نبدا بالدرج. اقول له يا دكتورنا العزيز نيتروجليسرين ماله؟ النيتروجليسرين هاز اكستنسيف، عارفين الكلمه دي طبعا، اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم. وتعرف له بين قوسين النيتروجليسرين هاز اكستنسيف فيرست باس ميتابوليزم. عرف بين قوسين، يلا عرفوا ليه فاز اقول ميتابوليزم ودراج بيفور ريتشنج ايه سيستميك سيركوليشن. يبقى يا اولاد نيتروجليسرين هاز اكستنسيف فيرست باس بين قوسين معناها ميتابوليزم in liver before reaching systemic circulation after oral route. ده كان بس بعد الاورال. حلو انا كده فهمت القضيه. القضيه ان انتوا لما يتاخد اورال بيحصل له extensive first loss يعني بيتكسر. ها سو بقى given something قال لي بقى to avoid passing the GIT. يبقى انا يا اولاد اجيب سبلينجوال سبلينجوال تو افويد باسنج الجي اي تي. الفكره كلها ما عنديش دعوه على الجي اي تي نهائيا، وذلك على فكره فعلا السكين باتش موجوده هنشوفها ان شاء الله. الكلام ده كله جاي في التوصيه على فكره. جنرال عيب او ميس ايه هو عنوان الفرم كل كلمه بيقولها هنا متفسره في المنهج قدام بالتفصيل ممل. عارف الجنرال ده هيبقى اسهل حاجه انت لما انا اجي بس. عارف لما انا اجي بس ده جنرال ايه الدلع ده؟ ما انت كل ده سمعت عنه معلومه درسته بالتفصيل بعد كده. بس لازم نفهم دلوقتي في عندك عنوان كده. بص الكتاب الجديد اقول لك بس بيني وبينك ما حدش بالك احنا الكتاب الجديد اللي حصل فيها دي اولا طبعا رئيس الاسم اتغير فاي رئيس اسم لازم يجي كتاب جديد كتاب الحلقه. انا طبعا هقول لك على الجنرال اللي خلص. الجنرال اللي احنا ايه عاملينها مذكره كل اللي غير في الجنرال يا ولاد شالوا صفحه ونص ما كناش بنشرحها اصلا لان مالهاش علاقه بالامتحان ولا الفرنه. شالوها قال لك دي مالهاش لازمه ما تشرحش وحطوا تقريبا صفحه زياده بس الكلام هو الكلام وكبروا خط شويه زي الفل. ايوه ده كتاب جديد طبعا ده في الجنرال. هو الكلام احنا متاكدين منه ان السكند فوليوم هيبقى له شويه لكن فيرست فوليوم بيقولوا كله تقريبا كده كل برانش هتلاقيه
تكتين ثلاثة أربعة بالكتير يعني. فمن ضمن التكات اللي متضافة، وأنا حتى مش ضايفها هنا، أنا ضايفها قدام شوية في المذكرة، حاجة اسمها أبلكيشن بتاع الفيرست هيباتيك افكت اللي هو فيرست باس بليت، وحاجة اسمها اكستراكشن ريشيو. طب ما أنت أصلا لو قعدت أشرح لك على فيرست باس عفاية، لكن أنت عارف يعني إيه اكستراكشن ريشيو؟ لا. فأنا أجلتها مع الاكستراكشن ريشيو، هي جاية في نص المذكرة بالظبط، وضايفها هنا. بس أنا بنبهك إن دي موجودة في الكتاب في المكان ده. يعني في ناس بتتابع من الكتاب تذاكر مش مشكلة، بس اسألني الأول. أنا برتب بمزاجي. المعلومة دي بتضاف في الكتاب الجديد، هي موجودة هنا في الكتاب. أنا أقول لك خلي بالك لسه هقولها قدام، عشان ما تقعدش تذاكرها ومش تفهمها وعندك تزعل. ما علينا. الحمد لله خلصنا أول أيتم في الكارنيتيك اسمه أبسوربشن. قول يا دكتور. لا لا. لو لاحظي في التعريف أنت كاتبة بإيدك صم. الدراج مش زي الفود. فاهم الكلام ده؟ لو الأكل، لو أكل، لو أكل لازم يعدي على البورتر على الليفر أولا. لازم حد معترض؟ لكن الدراج ككيميكال لا. مش كل درجات الفارما بتعدي على الليفر اولا. الدراج ككيميكال في بعض الادويه اللي بتعدي على الليفر بتبقى ستراكشر بتاعها سنسيتيف جدا فبيتكسر جزء كبير جدا منها زي النيتروجليسرين. في ادويه ثانيه بتعدي على الليفر في الاول بتبقى ماسكه نفسها شويه فبيتكسر مثلا تلت الدواء. في ادويه ما بتعديش خالص بتمتص، يعني في ادويه في البايبل بتوصل 95%. اذا مش قاعده ان كل الادويه تعدي على البورتر الاول، لا مش زي البايرن عادي. تمام؟ لا الكيميكال يا ابني ممكن يمتص الخلايا السيستميك على طول. طيب يا جماعه كده خلصنا اول ايتم اسمه ابسوربشن على بعض، وده اكبر ايتم عندنا. النهارده نبدا الايتم الثاني او دم خفيف بقى صراحه، يعني الكلام هيبدا يخف شويه بس ده مو ظريف. ديستريبيوشن. فوق معايا بقى لو ركزت شويه ده هيحصل لسه ان شاء الله. هو الدواء بعد ما حصل له علاج امتصاص موجود فين؟ رد عليا. في السيستميك ايه؟ سيركوليشن. طول ما قاعد في السيستميك سيركوليشن انا مش هستفيد منه حاجه. انا عايز اوصله لفين عشان يشتغل ويعمل اكشن بقى؟ ايوه التيشو. عايز يوصل لاماكن الشغل بتاعته. طبعا انت هتفهم في الدايناميك ان الدراج له ريسبتور في الجسم صح؟ الريسبتور ده موجود في الايه؟ في الاورجنز او التيشو. وهذا المصطلح اللي بنشتغل عليه التاني ده يا ولادي اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ديستريبيوشن. يبقى السؤال بقى يعني ايه ديستريبيوشن يا اخوانا؟ ترانسبورت اوف دراج بارت. كلمة ديستريبيوشن اولاد ترانسبورت اوف دراج برضه، بس منين بقى؟ بالسيستميك ايه؟ سيركوليشن. ليه فين؟ الاورجنز. السؤال احنا سالناه قبل كده في اول حصه، هل بيوصل للمكان اللي انا عايزه بس ولا كله؟ ها؟ غصب عن عيني. طب السؤال التاني من النهارده، هل كل الاماكن بتاخد دواء بنسب متساويه ولا لا؟ فكر. عارف السؤال ده يجاوب ازاي؟ هل كل الاماكن بتاخد دم بنسب متساويه؟ لا طبعا. كان في الفيسيولوجي في حاجه اسمها هايلي بيرفيوز فاكرها؟ الاورجن هاي بيرفيوز زي مين؟ برين. جدع. ايه تاني؟ هارت. ايوه ليفر وكدني. معلش لقطه يعني ليفر وكدني من هايلي بيرفيوز، والليفر بيعمل في الدواء؟ يكسره ويتملئ. والكدني بتعمل فيه ايه؟ وهنا لقطه مهببه. يعني اذا الليفر والكدني بياخدوا نصيب كويس من الدواء اللي هم بيكسروا الدواء ده كده غلط. ده كده في جزء من الدواء بيتاخد في الاول بيتكسر على طول. اصبع على اذنك. الكلام هيجيب بعض. المهم يا ولاد ديستريبيوشن معناها ترانسبورت اوف دراج فروم سيستميك سيركوليشن تو ديفرنت اورجنز. طبعا ما اخص بالذكر السايت في اكشن. المكان اللي هيتم فيه الاكشن بتاع ايه؟ الدواء. السؤال على طول عشان نخلص، ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الديستريبيوشن؟ هنا جنب الاخر. هم اربعه. هنشرح ثلاثه منهم النهارده وواحد الحصه الجايه ان شاء الله. الثلاثه واحد ده يتشرح في مكان بس، واثنين هيتشرح في مكان بس، كده هياخد ايه؟ بين الحصه. واحد هقوله انت بتسيبك من ورقه خالص. اول فاكتور بيأثر على الديستريبيوشن يا اولاد حاجه اسمها بيرفيوجن. كلمة بيرفيوجن يعني ايه؟ لسه جاي نجيب سيرتها. بلاد فلو او بلاد سبلاي. قول لي بقى لسه هنا هو ازاي البلاد فلو يأثر على توزيع الدراج؟ قول. الاورجنز بيوصل لها ايه؟ بلاد كتير بيوصل لها ايه؟ وزي كده بقول لك زود البلاد فلو لمكان هيزيد الديستريبيوشن لدراج لهذا المكان. يعني بالعربي نصيب الاورجن في الدواء قريب من نصيبه في الدم. حد معترض؟ شوف هو بياخد قد ايه دم؟ ياخد قد ايه دواء زي كل ما زود. على ذلك هتلاقي يا اولاد في اماكن كده دايما الدواء يضربها.
انت تهتم نفسك جدا مع مرضى الكبد ومرضى الكلى. خلي بالك مش معنى كبد وكلى، ما هو بيوصلوا دم كتير، فلذلك مش اي حد يعني واحد عنده كبد وكلى مش مسموح تكتب دواء، يقول لك لا احترم نفسك. يبقى بالفيوجن يعني بلاد فلو، كل ما زاد بلاد فلو المكان كل ما يزيد الدستريبيوشن بتاعك لهذا المكان. سهله دي. اتنين، حاجه اسمها ديفيوجن. تقول لي مش فاهم ديفيوجن، اقول لك بلاش دي وحشه. بيربيابيلتي، ممكن يا اولاد حته زي المخ، حته زي البرين، الدم يوصلها بكميات كبيره، الدواء برضه راح بكميات كبيره، بس يلاقي مفاجاه، يلاقي الطريق مقفول وما عادش حد. ليه؟ لان ربنا خلق البرين حاجه اسمها بلاد برين ايه؟ نوت بيرن يا بولي، لا يقدر. وهنا بقى الحصه القادمه هتفهم الكلام ده بتفصيل ممل. ياتي دور الدواء. هنا في حاجز موجود على المخ، هو مش اي حد بيعدي. يقول لك طب انت الدواء يعدي انت ما يعديش؟ كاركتر الدواء برضه، واقول لك كاركتر دي وفاهم يعني. في حاجه اسمها لايت لايبوفيليستي. لايبوفيليستي كلمه طبعا سهله جدا بس عشان ايه؟ غيرنا اسمها الناس تلخبط. لايبو عارف فيليستي عارف يعني ايه؟ ليبيد سوليبيليتي يا عم. معلش لازم نعمل الالفاظ المؤمنه. ليبيد سوليبيليتي يا سيدي. قول انت. ازاي الليبيد سوليبيليتي بتاع الدرجه هتاثر على انتشاره في الجسم؟ قول انت بقى. ايوه كل ما يحصل ايه يحصل ايه؟ كل ما يزيد الليبل سوليبيليتي او اللايبوفيليستي زي ما هو قايل يعني هيحصل ايه في الديستريبيوشن؟ سوري هيزيد برضه. ولذلك هقول لك الحصه القادمه هتعرف بالتفصيل الكلام ده. لو البلاد برين بارير واقف واقف في الطريق يقول لك ما حدش بيعدي وكان الدواء ليبل سوليبل محترم هيعدي برضه عافيه. يقول لك ايه انا معايا تقشير عادي. يبقى هنا برضه تاني حاجه الديفيوجن او البرميابيليتي الدراج نفسه ممكن يحددها. يبقى زي ما قلت اول فاكتور لوحده مش كافي. ليه؟ ما البرين بيوصله دم كتير لكن مش كل ادويه الفارما بتوصله لان البرين ربنا خلقه قلنا بلاد برين ايه؟ يبقى لازم فاكتور تاني اسمه ايه بقى؟ البرميابيلتي. ان البرير ده يعدي الدراج ولا ما يعدوش. هنا برضه كاركتر الدواء بتحكم. والله لو كان الدواء هاي ليفل سوليبل هيعدي حتى الحاجز ده. دلوقتي الاثنين فاكتور اللي احنا شرحناهم مش هنقولهم تاني خلاص خلصوا. اخلص منهم تاني. يبقى اول اثنين فاكتور مرتبطين بالديستريبيوشن، واحد البلاد سبلاي لا اثنين الكابيلاري برميابيلتي بتاع التيشو نفسها هتعدي ولا مش هتعدي. وده برضه بيعتمد على الدواء نفسه. لو الدواء ليفل سويبل ما تفرقش معاه بيوصل لاي مكان. ثم الثالثه اللي هنشرح بقى الحصه اسمها بلازما بروتين بايندنج. الرابعه دي هتيجي الحصه الجايه اسمها دراج افينيتي تو تيشو. كان النهارده نشرح بتفصيل ممل بقى بلازما بروتين بايند. فوق معايا لو سمحت. عايز الاول تقول لي يعني ايه بلازما بروتين؟ قول لي مثال بلازما بروتين كده. ها؟ بلازما بروتين اولاد زي مين؟ البومين اشهر واحد. قول لي واحد كمان. جلوبيولين وفايبرولوجين في كتير من المصنع بتاعهم كلهم. ليفر. اساتذه. عشان اشرح لك بلازما بروتين بايندنج كتاب مؤخره شويه. الكتاب جاي بالتايمز الاول مش عارف ايه، انا عايز اشرح كام على بعض. بسبب ترتيب المعلومه معاك على دروس. اسمع معايا بقى. دلوقتي يا سيدي العزيز البلازما بروتين بايندنج قصتها هي، فاضل لها السبوره بقى وهي لقطه واحده فاهمها يا سيدي. الحصه تخلص ان شاء الله. ان شاء الله يا جماعه عشان اوصلك الصوره هديك كده حاجه ايه تخليك تتفائل في هذه السنه الجميله. دلوقتي انت عارف ان شاء الله لما تخرج وتبقى في امتياز هتقبض مرتب صح؟ لا ما تضحكوش. حلو. هتقبض كام يا ابني؟ انت عارف ولا مش عارف؟ تقبض 50 جنيه. لا زي لا يا جماعه بقى انتوا ناوي لسه اقدر فيكم كده. المهم انا عارف ان هو لا يتناسب مع 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 مستواك الادبي والاخلاقي بس انا هم بلدي ما بتحبش العلم. المهم ان شاء الله يا عم نتعشى من ربنا كده ان انت لما توصل لامتياز طبعا ايه بس ده شويه يوصل 1000 جنيه. معلش انا عارف ان هتقول لي ملوش لازمه بس كده. ففي دكتور انا طبعا هتكلم على اولاد عشان ايه ما تزعلش. في دكتور اسمه ايه بدون ما نسمي دكتور اسمه بي في امتياز. ايه ده اخد 1000 جنيه؟ ايه ده دماغه؟ يقول لك بص انا مش دماغي مش في بلدي، بلدي مش عاجباني. واعتقد في شباب كتير بيفكروا بهذه الطريقه. اقعد في بلدي يعني فحتى لو موت نفسي يا جدع يعني ايه يعني اهو هاخد اهو انا في امتياز بعد 6 سنين ومش عارف ايه بيدوني 1000 جنيه ده لو ادوك اصلا. المهم يعني
فانا ايه دماغي مش قاعد في البلد دي، ولذلك هتلاقي الشاب ده ايه ولا في دماغه يتجوز ولا اي حاجه، انا عايز اسافر. وانا بقول للشباب اهو طبعا طول السفر في طب انتوا عارفين ولا مش عارفين؟ اعرفكم في حاجه اسمها تاخد كورس الماني. انت مش عارف الكورس الماني تسافر يا ابني، ممكن تكمل كليتك بره او تخلص كليه الطب هنا وتشتغل دكتور بره، يا هيعدوك سنه كده وبعدين يدخلوك ماجستير على طول. بقول لك اهو ادي طريقه المانيا. امريكا طبعا انت عارفين يوزمن ولا سمعتش عنه؟ اهو اتكل على فكره تذاكر من دلوقتي، خلص ثالثه وانت ساكن الجزء الاولاني. والله بهزر، ربنا يوفقك والله يا بنات طبعا حاضر. المهم فالراجل ده دماغه ان ايه، يقول لك انا مش قاعد بلد 1000 جنيه يا عم، انا هحطهم في جيبي واعيش حياتي. فده 1000 جنيه بيحطهم في جيبه وعايش حياته بقى بطول العرض. ولذلك بعد يومين ثلاثه من قبضهم مرتب هتلاقيه صرف. التاني بقى اللي هو الشاب المصري الملتزم قال لك لا يا عم انا قاعد في البلد دي انا هجيب دراسه، انا يا ابني لازم اتجوز، فاعمل ايه؟ هقسم المرتب ال 1000 جنيه ده لنصين. اسمع بس عشان انا عايز اوصل والله معلومه مش اعتباطا يعني. هقسم ال 1000 جنيه لنصين، 500 جنيه اعيش بيهم حياتي احطهم في جيبي واعيش، لان انا معظم وقتها بره البيت، و 500 جنيه للحاجه تعمل جمعيه عشان ايه؟ نتجوز ان شاء الله. بص بقى يحصل احنا في مصر هتعرف ورق طعمه مع ان شاء الله نتعشم، انت هتشتغل برايفت يا ابني وهجيب فلوس اكتر من كده. راجل الدكتور هم طبعا باصين لي الدكاتره ليه وبيتغاظوا منهم ليه؟ يقول لك الدكتور يعرف يجيب فلوس من اي حته. لكن تاني جلال بالنسبه لهم يعني هم كده. بص يا سيد العزيز هنا الاولاني طبعا لما خد الفلوس حطها في جيبه ومشي خلصهم في يومين ثلاثه. التاني طلع وعي شويه قال لك قسم الفلوس لجزئين، جزء يبقى فري او فري معي اتحرك بيه براحتي، والجزء الثاني انا عينه ايه؟ باوند باوند يعني ايه؟ متعين على جنب. الدراج يا ابني هو الطريقه دي. الدراج يخش الجسم يقول لك ايه؟ هو انا هدخل بالكميه كلها مره واحده تشتغل واشحن بعديها؟ لا. الدراج يدخل الجسم يقسم نفسه الى كميتين في الغالب متساويتين. الدراج نفسه اللي هو دراج واحد جزء من الدواء يبقى فري والجزء الاخر باوند. تو مين يا اولاد؟ انتوا لازم اخواتي. السؤال بقى ورد عليا انت، احنا جبنا على الفلوس، لما يبقى الفلوس دي بجيبك فري تتصرف ولا ما تصرفش؟ يعني تشتري بيها حاجه ولا ما ينفعش؟ اه يبقى هنا الجزء من الفلوس ده اكتف، سيبك من التاني ده خالص دلوقتي، وبالتالي بتصرف يعني فلترد او فلتريتد بينتشر في الجسم، يبقى يبقى ميتابولايزد يبقى اكسكريتد. الجزء اللي ده بيقعد فتره طويله ولا فتره قصيره؟ شورت دوريشن. بص يا ابني يبقى اذا الدواء بيدخل الاول بايه؟ جزء الفري لو مش ماسك في حاجه يشتغل يعمل اكشنه يتكسر يخرج بره الجسم، وازاي الجزء ده يعني بيضحي بيه في الاول. هل لما الجزء ده يختفي من الجسم كده الدواء اختفى؟ لسه في جزء ماله رد. اه جزء الدواء ده صفاته ايه؟ نط وبس. عكس الكلام ده نط ايه؟ نط فلتريتد. نط ايه؟ نط ايه؟ يبقى لونج ايه؟ فوق معايا. انت من شويه قلت لي الدواء يوصل لليفر والكيدي بكميات ايه؟ كبيره صح؟ عشان جاي لهم دم كتير لا تقلق الليفر ما يقدرش يعمل حاجه للدواء الباوند صح ولا لا؟ ادام جزء واصل له باوند جميل ولا يعمل لك حاجه ولا الكيدي تعمل له اكسكريشن. شفت الدواء ازاي؟ الدواء ليه؟ في جزء هيوصل بكميات كبيره للليفر ولكنه هيحافظ عليه. يقول لك يا ابني ما تقلقش مش هيتكسر دلوقتي، مش هيتكسر بعد ما يشتغل صح ولا ايه؟ يبقى الله تعالى سبحان الله بقى شفت الدواء بيفهم ازاي؟ دي قصة طبعا دي القصة اللي هي التقليدية بتاع الأدوية. لسه في استثناءات وكلام كبير. لازم يا أولاد أنا عايز أقول الكلام تاني من جديد بقى على الفرمة. الدراج لما بيدخل الجسم في القاعدة العامة بيتقسم لجزئين في الغالب متساويين. جزء إيه وجزء إيه رد؟ قول لي صفات الفري. ها على فكرة احفظ لي فري أكتف وتأكتف يبقى أو أحفظ ده والتاني عكسه واخلص. يبقى الفري ماله؟ رد اكتف. ها فلتريتد ايوه ميتابلايز اكسكريت. ما شفت ايه؟ ده عكسه. السؤال محترم بعد اللي استفدت ايه معاك كده؟ ان الضغط في الجسم فتره ايه؟ رد اطول. وقف في الجسم فتره اطول ليه؟ لان الجزء الباوند لا بيتكسر ولا بيحصل له ايه؟ ايوه ده انا عايز اوصله. يبقى عايزين يا اولاد قصه البلازما بروتين بايندنج قصه بتفهمك ازاي الدواء يحافظ على نفسه في الجسم ويقعد فتره اطول. ما احنا يا جماعه لو الدواء ده اشتغل بالجرعه كلها مره، اولا ان الدواء يشتغل بالجرعه كلها مره واحده فيها مشكلتين، اكشن يخلص بسرعه، تاني مصيبه الخلايا مش هتستحمل ده كيميكال. لو الجرعه كلها جت على الخلايا مره واحده هتخلص على المرض صحيح والخليه في نفس الوقت، لكن لو جت حته حته
فاهم؟ لما تحب تحارب المرض واحده واحده خوفا على اللي في النص اللي هو اسمه ايه؟ الخليه. هنا بقى السؤال، النظام بتاع البايندنج تو بلازما بروتين، قال لك يا ابني للاسف مش كل دواء له بلازما بروتين باسمه في الجسم. هم الاسيدك كلهم، كل الاسيدك لهم بلازما واحد، لهم بلازما بروتين واحد وحرفهم اسمه البومين. وكل البيزك لهم بلازما بروتين واحد اسمه الفا اسيد جلايكوبروتين. وهنا هتاتي لقطه بعد شويه خناقه. ولو كل واحد له بلازما بروتين باسمه مش هيحصل مشكله. لكن لما يحصل ان في درجين اسيدك مع بعض. انا فاهم معناه اللي انا قلته ولا لا؟ درجين اسيدك دخلوا الجسم والاثنين عايزين يمسكوا في مين؟ هيحصل كومبيتيشن هنشوفه بعد شويه حالا. اذا بس عشان اخلص الصفحه دي حكيت عليها خلصنا. يبقى اذا يا اولاد قصه البلازما بروتين بقى اللي لسه هتيجي بقى الكلام بجد بقى. بلازما بروتين بايندنج دراج يدخل الجسم يتوزع لجزئين في الجانب متساويين. جزء ايه وجزء ايه؟ خلي بالك انا ما بقارنش بين الدراج فري ودراج باي، انا بقارن بين الجزء من الدواء الايه؟ والجزء من نفس الدواء ايه؟ فاهم قصدي؟ اصل واحد يروح البيت يودينا بتقول لك ايه؟ ده الفري دراج في الفارم ولا الباوند دراج؟ مش كده. جزء من الدواء الفري والجزء من نفس الدواء اللي هو ايه؟ هسال سؤال لو فهمتني. لو فهمتني تبقى وسط. جاوب كده. الدراج بايند تو بلازما بروتين ريفرسبل ولا ايريفرسبل؟ ها؟ لازم يكون ريفرسبل صح؟ ليه؟ عشان احنا بنلعب ازاي؟ ان الجزء ده يشتغل الاول. لما يختفي من الجسم يبدا ايه؟ الجزء ده يسيب ويشتغل زي صح ولا ايه؟ فلو ماسك برابطه قويه يبقى تحت عليا. وزيك دايما الدراج جلاس بيرتبط بالبلازما بروتين برابطه ضعيفه. عايز تسمح له ان هو ايه يسيب على طول عشان يشتغل. طيب في عندك في معلش معايا مذكرات سيجنيفيكانس مش عارف ايه اخر تاسو اشطب يلا اسمع الكلام بس اشطب مالكش دعوه انت انت ليك بقى الكتاب بالظبط هتقول ايه لا ما تلعش ما هي موجوده ورا هي بالصبح هي بالصبح بس اشطب حاجه مكتوب عندك ورا ايه بقى كاركتر او السيجنيفيكانس معناها سيجنيفيكانس ثاني بقى اللي عندك قال لك الامتحان كاركتر هي السيجنيفيكانس عشان بس تتعمد ما تبقاش فاهم قال لك ايه الكاركتر؟ قول انا مش سامع على فكره معلش الصوت بس ليه بقى؟ خلي بالك الناتوريسين حصل فيه الكلام ده قبل الابسوربشن اصلا ما يتم فهمي الجزء اللي وصل للسيستميك سيركوليشن هو بقى يبدا يتطبق عليه فاهم الكلام؟ يعني اللي حصل في اللاتوسين حصل له في المعده قبل ما يوصل للسيستميك. موضوع البلازما بروتين ده فين؟ في السيستميك. اللاتوسين دي قضيه ثانيه. واول حاجه بصراحه عشان بقى يعني طبعا احنا في الجنرال نشرح القاعده العامه. هل كل ادويه الفارما بالمنظر ده؟ طبعا لا لا خالص. احنا دي القاعده العامه. في ادويه في الفارما ما بتحبش بلازما بروتين اصلا بتمسك بنسبه قليله جدا. وفي ادويه هتشوفها دلوقتي بتمسك بنسبه عاليه جدا. احنا بنقول القاعده العامه كذا. هنفهم دلوقتي لما الدواء يختلف يحصل ايه. المهم السؤال اللي انا عايزه دلوقتي لما دكتور بتاع الدواء يجي لك العياده بتاعتك يقول لك يا بيه فاكر لما جاي تحصل بتاع لك الدراج ده اسيدك؟ فاكر مش فاكر؟ فهمت ان الدراج ده بيمتص منين؟ من الاسيدك انت اسمها استومك وكل ما الميديا بتاع الاستومك تبقى اقل مصلحه والدواء ده هتعرف بعدين هو اكسكريتد في اليورين ما يبقى ايه؟ الكلاين ده البي جي ايه لما تعرف الدواء النهارده عايزين برضه بنفس الطريقه يقول لك لما تعرف الدواء ده بيموت في البلازما بروتين هاي بلازما بروتين بايند استفدت ايه؟ كل ما اقول لك كلمه تعرفها قول لي اول حاجه لما يكون الدراج يا ولاد ماسك بلازما بروتين بكميات كبيره هيبقى لونج ديوريشن بما تفسر ما فيش حاجه اسمها في الفارما هي كده ليه الدواء لما يبقى ماسك بلازما بروتين بكميات كبيره هيبقى لونج ديوريشن ايوه انا سمعت كلمه حلوه ايه؟ جدع واحد هو لونج ديوريشن او حتى بيسموها لونج تي هاف عارفين تي هاف؟ ما تقلقش جايه بالتفصيل تي هاف اللي هي مكتوب عندك اليمينيشن تي هاف اللي هي هاف لايف عارفين هاف لايف ولا لا؟ اللي هي عمره النصف جايه بالتفصيل المهم يعني يا دكتور لونج ديوريشن دكتور جاوبت ايه؟ ليه الدواء لما يمسك بلازما تي في لونج ديوريشن؟ لانه نوت ميتابولايزد نوت ايه؟ الجزء اللي ماسك ده لا بيتكسر ولا بيخرج بره الجسم سهله وذلك يبقى تعرف ان هو لونج ديوريشن واحد اثنين اولا النهارده هتفهم الحصه دي اكتر ان شاء الله كمان لو برضه ايه اللي هم اثنين اللي هم عشان ما تنزعش
low volume of distribution. فوق معايا عشان الكلام ده كان لسه شرحه النهارده بس للاسف يا تدخل فيها ما تدخلش، هي حته على بعضها بقى كده، يا تجيبها كلها يا تسيبها كلها. لو جبناها كلها هنخلص 12 ونص، قلت لا واحده واحده. فولا ديستريبيوشن دي انا حاسه جايه بالتفصيل، انا بس هبسط لك معناها كده عشان نسال دي. انت عارف ان الفلويد في الجسم فيه حاجه اسمها بلازما، يعني في بلازما عارفين؟ في انترستيشيال فاكر؟ وفي انترا ايه؟ سيلولار، كمل فيه بس. الدواء لما يبقى هاي بلازما بروتين باين يعني قاعد فين يا اولاد؟ بلازما في البلازما بلاد. ايوه يعني هل هينتشر الانترستيشيال؟ ما يقدرش. لازم تيجي تقول له راح فين؟ اه جنبي اهو. يدخل جوه الخلايا؟ ما يقدرش. وذلك الدراج لما يكون هاي بلازما بروتين بايندنج يبقى لو فوليوم بس مش عليه انتشار في الجسم ايه مش عارف. يبقى قاعد في البلازما بلاد بس. لم يصل الانترستيشيال ولا مثلا انتر ايه سيلولار، يبقى تصور انتشار التيشو بيبقى ضعيف. لانه مرتبط بلازما ايه؟ يبقى قاعد في بلازما جنبها. ولذلك يبقى ثاني صفه لو فوليوم بس مش هتفهم الحصه الجايه تيجي. ما تزعلش ما تزعلش. طيب عايز اتكلم على الصفه الثالثه بقى الاهم اللي هنلف بقى الحصه ان شاء الله. ودي نايم يصحى الله يكرم اصلك. الطب عني مش حاجه سهله. يعني الطب ده مش ان انت تكتب دواء دي حاجه سهله. بيقول لك رقم ثلاثه دراج انتر اكشن او دراج ديسبيسمنت خناقه. خناقه بين الادويه مع بعض. نفهمها ازاي دي؟ معلش امسح الصبر واشرح الحته دي وروح بس ركز كده تفهم وسهل ان شاء الله. بص يا سيد العزيز دلوقتي عشان افهمك الخناقه اللي هتحصل بالادويه لازم اقول لك الاول المثال المشهور في الفارما اللي متواضعين احنا بيه في المنهج. سمعتوا عن دواء اسمه وارفارين ولا لا؟ في ناس سمعت وناس ما سمعتش. وارفارين من اشهر او اشهر اورال انتي كوابولانت في الفارما كلها. يعني ايه اورال انتي كوابولانت؟ انتي كوابولانت يعني ايه يا اولاد؟ لا تغلط يعني بيعمل في الدم سيوله. عارف لما يكون واحد ده مغير صمام في القلب؟ ربنا عارفينها يعني عنده كحمر وماتيزميه ومغير صمام في القلب الدكتور لازم يديه حاجه تستعمل السيوله في الدم. اسمه وارفارين. ده هو مشهور جدا. وارفارين ده له قصه تختلف عن كل الادويه. بيقول لك انا مش بنسى بلازما بروتين، انا بموت فيه. ادي بلازما بروتين على الصبر اهو. ده بلازما بروتين. اسمي الوارفارين بيرتبط بهذا البلازما بروتين بنسبه تصل 99%. طبعا مبالغ فيها قوي النسبه دي. اهو بص يعني ده كده البلازما بروتين المرسوم ده والوارفارين الاحمر اهو. يعني اذا يا اولاد 99% من الوارفارين باوند او بايند تو بلازما ايه؟ بروتين اسمه البومين على فكره لانه اسيتك. كم في المية اللي اكتف فيها؟ رد عليا. هتقول لي ده مش القاعده عامه ما ده اكسبشن. الواحد في المية اللي شغال بس وانا كدكتور مبسوط؟ اه. بتوع القلب على فكره يقول لك مبسوطين يقول لك كفايه واحد في المية يشتغل. لانه لو واحد في المية ده بيعمل سيوله، لو السيوله زادت يحصل ايه؟ نزيف. والنزيف هنا هيموت المريض. ولذلك في القاعده او في لما بيتاخد في الجسم الدكاتره فاهمين كده. ان الوارفارين 99% ماسك في البلازما بروتين، 1% اللي شغال، واحد يقول لي وبعدين؟ لما 1% يتكسر يبدا ايه؟ يطلع مخزون. ولذلك يا ولاد معلومه لو في امتداد تبقى بتفهم. لما بطل الوارفارين النهارده هل اكشنه بيختفي من الجسم؟ اسبوع كامل يظل اكشنه موجود. يعني عرفت النهارده وارفارين النهارده الخميس اهو. اقول له لسه يفضل اكشنه شغال لحد الخميس الجاي. ليه يا بيه؟ لانه قاعد فين؟ اه لان الجزء ماسك في البلازما بروتين، ما علينا. الدكاتره عارفين قصه الوارفارين كامله قبل ما يستخدموه. هنا بقى المشكله تاتي لما دكتور تاني يخش بالخط وده عامل الممرضه في مصر. لما انت راح لكذا دكتور وكل دكتور يديله جيت امال يعمل ايه؟ يبقى حط روشتات كلها بعدها ويجيبها. يا ابني لازم تركز مع واحد مش عاجبك غيره ما تروحلوش تاني وغير دكتور تاني. مش تروح ده يكتب لك روشتة تجيبها وده روشتة تجيبها وطبعا هو بيركز يقول الدكتور انا رحت لدكتور تاني. هو يقول لك يا عم خد بقى كذا عشان اجيبها هتحصل مصيبه. فاسم واحد راح دكتور تاني كتب له دواء اسمه سلسلين. عارفين اسبرين؟ اسبرين ولا مش اسبرين؟ وفي اصل مصنفة البوم اسمه الادويه دي اولاد سلسليه مصنفة وحرف الاس اهو اس اس. الادويه دي من حظنا العلاج ان بتموت برضه في البلازما بروتين اللي نفسه اسمه البومين لانه اسيتك. تقول لي ايوه وبعدين؟ لما يكون مريض بياخد وارفارين بقاله سنه في دكتور دخل في الخط غلط وكتب له اسبرين او سلسلين. طبعا سلفا ده مشروب صيدلية اسمه سيكازول. عارف يعني اي صيدلي بيوصفه عادي.
فاذا هنا تاتي نقص. هنا يا اولاد المشكله هو البومين بيتخانقوا عليه. هتقول لي ممكن يقسموه؟ ما ينفعش. البومين هو الجسم ده ليميتد والباركس بتاعته كتير، فهنا خناق ما بين الساسين او الصفا من ناحيه ومين مين اللي ماسك. هتقول لي بس هو فين جاي الاول؟ لا يا حبيبي مش الاول اخر. في حاجه اسمها بايندنج كاباسيتي، قدره الدواء يرتبط بلازمتين. وجدوا ان الصفا والساسين بلطجيه. عايز يعني ايه؟ اقلب المعدل ده واحد كده. ادي يا سيدي بلازمتين اهو. لما اقول لك ان الساسين اعلى بايندنج كاباسيتي يعني يقدر يرتبط بقوه، يبقى الرسمه دي عليها مين مرسوم على البلازمتين؟ نط عليها عشان نخلص الحصه. الصفا والساسين ايهما اللي اتاخد؟ هيبقى هو اللي ماسك فين؟ يبقى انا استرسليت او الصلفة ايهما بايند تو بلازما بروتين. طب بيرفع عليه جدا 98%. مين اللي هيبقى فري او ليه؟ بنسبه كام في المية؟ كله صح ولا لا؟ السؤال المشهور جدا، الفحم المربوط ولا الفحم السايب؟ اشمعنى؟ عشان السايب شغال. ايه؟ مش وارفارين ده اصبح اكتف؟ وارفارين الاكتف ده يا بيه؟ هيقول لك والله ما انا ساكت. عارف يعطي طلعت من بيتي؟ مش عارف لك عارف لو عملت سنون انبسط. هيعمل لك نزيف يؤدي الى ديس، ما فيهاش هزار. انا شفت حاجه زي كده. واحده كانت ماشيه على طريق، مره واحده دخلت في غيبوبه. عامل اشعه مقطع المخ، نزيف شديد في المخ. ده الكلام اللي بتحسبه ده كلام كتب، الكلام ده هتشوفه على مرض. وطبعا للاسف في حاجات كتير بيحصل. ليه؟ عشان زي كده وانا افتكر من الفارما. حبيبي الكلام ده هيتعاد في البطنه. وما تتقصص التقصص معانا هيتعاد تاني ما تقلقش. هنا رافعين هنا في يعمل ايه يا ولاد؟ بليدنج. ومن هنا نتعلم نقول الدواء اللي بيحب البلازما بروتين مشاكل كتير صح ولا لا؟ ايه اللي هيحصل انتر ايه؟ اكشن. السؤال الشفوي الزكا. الدكتور جاي قال لك يا ابني قول لي لو اديت سلسليت ما عارفين هيحصل ايه؟ قول له هيحصل ايه؟ لا هيقول لك لازم تبني قول لي كل حاجه. هيقول لك السلسليت ديس بليس. عارف يعني ديس بليس؟ يشيل ورفعين فيهم ايه؟ لا بروتين. يصبح الورفعين ماله؟ فري. يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ اكتف. يعني يعمل ايه؟ جدع. الدكتور قال لك ماشي انت فهمت كده انت جدع. الدكتور اخي وعيب قال لك الشاب بس انا عايز اديهم معاهم. انا مزنوق بقى وطلبت ده يتفق مع ده. ماذا تفعل يا دكتور؟ عايز اديهم مع بعض انا مزنوق. يلا قول اعمل ايه؟ عالي الجرعة بتاع مين فيهم؟ مش معنى ورفعين مال جرعته؟ قول عارف مشاكل. وليس المسمى في الفارما انتراكشن. ده لو لقيت طبعا في مسانين عندك تحتيهم مش عليك. يلا يا عم ابسط يا عم خلاص حصل ابسط. ده في مسانين نفس الكلام. اقول لك حاجه حلوه بقى. تخيل الصرف والسلسلة دولت يفضلوا يشيلوا حاجه من الفسيولوجي نفسه من بلازما بروتين. سمعت عن بيودورن ولا لا؟ الصفرة معظمها كونجوجيت بلازما بروتين لحد ما طارد تقدر السلسلة يقدر يشيل بيودورن شخصيا من بلازما بروتين. بيخلي البرومين فري يعمل حاجه اسمها صفرة عارفها زمان؟ بس الكلام مش عيد دلوقتي. ورد. المهم يا اولاد ده قصه الدراج انتراكشن او دراج ديسبليسمنت لو سمحت. اذا بقى لو قلت في الامتحان قول لي يا حبيبي ايه السيجنفكانس او الكاركتر بتاع دراج هاي بلازما بروتين بايندنج؟ ارزع له اثنين يلا واحد لون عشان لا النهارده حصه طب مش حصه كيمياء زي المره بس من الكيمياء دي قلت لك الفارما مش كده. فارما في المنظر شويه هيبقى الفارما هتبقى على فكره في سنه ثالثه بالذات سواء فارما باثولوجي مايك سيبك من بره دي هتحس دكتور ليه؟ خلاص بقى هتقرب الامراض والادويه بتاعتها خلاص فاهم؟ فاللي انت صبرت عشان ربنا يكرمك وتنون هتنون السنه دي يا ابني ان شاء الله والله ما صبرت بس ايه فاهم عايزك تفهم الطب وعايز اعرف علم العلم يا جدع الدرجه ان شاء الله هتيجي هتيجي افهم الطب السؤال ده بيقول هاي بلازما وفي ماي نيوتن صفاتهم ايه؟ لو فوليا او في توزيعه بيبقى محدود اخر حاجه بيعمل دراج انتر ايه؟ ولا تنسى القصه دي يبقى السلسليت مع الفريق طبعا انا عايز الرسمه دي عندك الله يكرمك كتوضيح رسمه توضيح مكتوب انا سلامه كام؟ سلامه كام؟ رسمه توضيحيه لقيت طبعا مسايب تحتيها اشطهم عشان ما تنسوا يفردوا مش سامع مع الصرفه هنا الاقوياء عندما يلتقوا السلسلة والصرفة لما يلتقوا مع بعض يحصل ايه؟ السلسلة تشيل الصرفة ماشي؟ ساعتها هتشوف المنهج يا جاي قدام عموما النهارده انا عايز اقول لك ان ده او ده بيشيل ده بص يا ولاد
احنا خدنا ايه النهارده ونروح بقى ان شاء الله. طبعا احنا دلوقتي الحصه القادمه طبعا هيبقى في المكان الجديد. فين عايزين بقى نروح هناك نحتفل؟ احنا نروح المكان الاول قبل ما الناس تبقى ليه. المكان الجديد ده جنبنا على فكره هنا، والقاعه تبقى ان شاء الله قاعه يعني قاعه مش زي دي، قاعه عريضه بقى ما فيهاش قاعه طويله عشان صوتي بيروح. قاعه هناك مش مرسومه على قد يعني، تبقى قاعه عريضه كده وايه وطولها كويس، هنشيل عارف ان شاء الله احسن. احنا ان شاء الله طول السنه نمشي بمعادين كبار، بس المعادين هيتقسموا بالسكاشن يا اخوانا. مش عايز مشاكل السنين فاتت تحصل، مش عايز ناس عندهم سكشن الساعه 9 جاي لنا على المجموعه بتاعت 9 ازاي؟ يقول لك السابع ما حضرش سكاشن. خلاص ما تحضرش سكاشن بس دي مش حصتك ما تزعلش. انت نزل المعيد بالسكاشن يعني ايه؟ يعني مثلا جروب 1 2 3 ده ميعاده كذا. انا مش هقف على الباب واقول لك انت اسمك كده بس عشان عيب. على طول ما الدنيا ماشيه ايزي مش مشكله. لكن ما يوم هنلاقي بقى ان الناس كلها جت ميعاد واحد والدنيا ضلمه ومش عارف ايه حصل. انت جاي بتضيع وقتك وبتضيع وقتنا. فبليز لو سمحت عشان مصلحتك ومصلحه زمايلك. هنلتزم بالمواعيد عشان ايه؟ انا مش هقول لك بالاسماء بقى والركامه دي. انت ما تحبش امشي عليك عشان ما تقعدش على تعليمه. عايزك تبقى معايا في الخط ده؟ ما تعلمنيش. فبليز لو سمحت المصلحه العامه بطل لي تاثير. المهم يوم الاحد على حصه الهبات اول حصه لنا الجايه يعني اجازه. بس احنا هناخد اجازه؟ لا عادي يعني ولا عادي. بص انا عارف دمي خفيف مش دمي تقيل. انتوا لو جايين ماسورجي كده كده يعني خلاص ماسورجي كده عينك كده ايه سلام عليكم مش لا ماسورجي والمايكرو قالوا اجازه انا مش هرخم عليكم واحد لا ده ماسورجي بس كده اصل ما تقدرش تقعدوا في المطبخ بعض يعني ماسورجي شغالين خلاص والله انا لسه جايب معاك يعني لسه اقول لكم يا جماعه يلا يوم الاحد اجازه وايه عيش اجازتك بقى بس انا مش طويله فيها بس انت نازل كده كده هتقوم تحس اللي هو تحس هو تحس ازاي حتى الناس اللي مش سابقه تبقى جايه على ايه؟ اهو يقول لك انا جبت اهو قعدت استنى على الفرن معلومه فايه ان شاء الله انا هقول لكم على الجروب طبعا الناس اللي بتبقى على الجروب عشان اوصل لكم السنتر الجديد انا اوصل لكم برضه بس حاول كده عارفين يا ولاد ده مكسور قدامنا ده صح؟ الشعر اللي هرجعه ده على راسه حتى دليش اصحابيهم؟ انا ما اعرفوش انا شفته ولا هيك هتلاقي في عماره كده لسه بتتبني وعليها مش عارف بتاع اللي على الناحيه الثانيه فيها مالينو ايوه عرفتوا كده القصه؟ احنا الشارع اللي على راسه ايه دليش اصل هو قبل ماكسين ده على طول ان شاء الله نص الشارع كده او هتلاقيه واقف خلاص يعني يوم الاحد هكتبكم على الجروب برضه ولو حاول ادور ما الاقيها في الخريطه ولا في البديع هحاول كده اسيب لكم ايه خريطه توضيحيه عشان الناس ما تنوش يعني الحصه مش خلاص تبيع الشارع من بره المعيد دكتور تلبس دور بس تبص فيها واحد جنب المكتب كده مش هو انت ايه بس خلاص احنا ممكن ندي نفس المواعيد احنا كمان مره عشان نتعلم المهم احنا خدنا ايه النهارده عشان اطمن معلش اسبرين كان راجع سيري لان ده معصل الجاستريك ليومن يحصل له ايه؟ قول يا جدع معلش نقطه من الحته اللي الريكو بتاع المره اللي فاتت بيبقى ده ايه؟ حصل له ابزورشن للجاستريك ميكوزال سيري اللي هي بتبقى القرين بيبقى يعني ايه؟ ايونايز يعني يحصل له ترام حبس يعمل سيلديس يعني بنتك ايه؟ الدراج الاسيدك بينزل في ميديا عكسه ان شاء الله وهذا ينفعنا في الاكسكريشن عن قريب ويعالج التوكسيس بتاع الدراج برضه لسه عن قريب. دخلنا في مصطلحات ده بقى بقى النهارده. انت حاسس فارما بقى بجد بقى. يعني ايه مصطلح بايو افيلابيلتي؟ برسنتج او فراكشن او دراج ريتشنج ايه؟ بس يصل افيلابل فور اكشن. البايو افيلابيلتي بتاع الاي في كام في المية يا ولاد؟ 100% يعني بوصل الدواء كاملة الاورال دايما اقل منه ايه الفاكتورز افكتنج بروبابيلتي نفس بتوع الابسوربشن بيظهر عليهم مصطلح اسمه عشان كده بيزيد عليهم بقى فيرست باس ميتابوليزم عايز حد يعرفه ليه يعني ايه فيرست باس ميتابوليزم ها ميتابوليزم اوف ساوند دراج يا جماعه سلام الله كده انفورشنج سيستميك ايه اقول لك المكان واللي امثل اول مكان الليفر كل مثال نابل سرين ابروبرادو الانتستين استروجين الانتستين هو استروجين استفازه والنيكوتين فين؟ هاو تو اوفر كم كيف تتكلم عن هذه القضيه؟ او تشينج الرود تبقى نظر رود زي اي في صابرين وهتنسى دخلنا على الديسكريبشن السهل ان شاء الله
قال لك ترانسبورت دراج فروم سيستميك ايه؟ تو ديفرنت اورجانز. طبعا الديستريبيوشن بيتحدد باربعه فاكتور. اول فاكتور اسمه بلاد فلو، اسمه بيرفيوجن. زود البلاد فلو اورجان وزود لك الدواء اللي وصلته. رقم اثنين ديفيوجن، يعني ديفيوجن اللي بيحدد درجه ده بيعدي مع الشتا نفسه بقى. لو قلت ناس هيعدي. لو ليمت سوليبل حتى الطريق اللي لك معلش هيعدي برضه. وذلك الليمت سوليبل دراج بيعدي حتى البلاد برين بارير شخصيا. هيجي الحصه الجايه. ثم عندنا الثالثه اللي هي عادة فيها الحصه بقى. لازم بروتين بايند. هول رود. الاسيتيك دراج بايند تو مين؟ البومين. والبيز دراج بايند بروتين. الدراج بيتقسم لجزئين في الجاب. جزء ايه وجزء ايه؟ صفاته اكتر ايه؟ تمام؟ ايه؟ اما الجزء بعكسه بالظبط. السؤال ده استفدت ايه كلمات؟ بخص. اما يكون الدايب لازم اعطيه بقى يبقى لونج ايه؟ عشان. تاني حاجه بيكون له فوليوم سوليوشن ماسك في البلازما روتين يقعد جنبيه. ثم التالت يعمل انتراكشن ولا تنسى هي سطر واحد كده. الصلفة اور سلسليت ديسبريس وارفارين فروم بلازما ايه؟ يؤدي الى ايوه شكرا. بص المثال اللي انا شفته ما بحطش الرقم عشان ما اعرفش هتروح اتصل عليك من اول الورفرين ففصل بيرسم لحد اتصل. انت لقيته؟ كان سيت عليه؟ مش حد هو كان قدام اصلا هو لسه بيسجل.